احنا ننتقلوا للتيسي سبيسياليزي واحد اخر في التيسي كونجونكتيف هو لو تيسي اونسو. ما تقولوليش اونسو هو كارتيلاجينو، نو اونسو وحده واحد اخر. دوكا لا ماتريس اكسترا سيلولير تاعو دور اي دونس. ما احنا في كل تيسي هضرنا عليه هضرنا على ماتريس اكسترا سيلولير والعناصر تاعو، بس كونوا مسكرين برك. دونك عندنا 70% de la matrice extracellulaire est constituée d'éléments ions organiques, يعني عناصر معدنية، يعني شوارد معدنية، dont le calcium, phosphate, par exemple. Et les cellules de tissu osseux, شنو هما؟ Eh oui, le tissu osseux a des cellules. Les ostéoclastes, qui m'a تفكرنا قبل وهدرنا، شكون؟ لوزوستيو ما يقبي لي حنا واش قلنا في التيسيو كارتيلاجينو، قلنا كاين عندنا كوندروبلاست وكوندروسيت. لهنا باش تفكروا يعني البريفيكس الاخر باش تكون سهله الحفظ، عندنا لوزوستيوكلاست دي زايده على الاخرى سي ريزوربسيون دو تيسي اوسو. نورمالمون ريزوربسيون البناء حاجه كيما هكا. Les ostéocytes, ostéoblastes entièrement entourés par la matrice extracellulaire osseuse minéralisée, les ostéocytes siègent dans les loguettes ostéoblastes. Donc, هذو العنصرين واضحين. ونقدرش نشرحهم كلمة بكلمة بالعربية. دونك هنا عادي هضرنا على la matrice extracellulaire كيفاش تكون مونتوريا، يعني لي سيل تاعنا يكونوا اونتوري par la matrice extracellulaire. هذه هي لي زوستيوسيت. كيما قلنا انه بعد ما تموت الخلايا تاع لي زوستيوبلاست تحاط بمواد معدنيه تعطي لي زوستيوسيت. يعني لي زوستيوسيت ولي زوستيوبلاست عندهم علاقه ببعضها. لي زوستيوبلاست هما الخلايا الاولين، لي سيلول اوسيو فورماتريس يعني هما لي فورمو الاولين، ومن بعد ما يموتوا يصرى لهم كي شغل تكدس، ومن بعد تتحاط بمواد معدنيه باش تعطيني لي زوستيوسيت. هام باغ اكزومبل هنا عندنا اون فوتو يوضح لي لي زوستروبيا بلاست ماتريس اكس ماتريس اوسو اكسترا سيلولير لا كاناليكول اوستيوبلاست اوستيوسيت بوردور امبروس اللي كنا هضرنا عليها في تيسي ابيتيليوم. ارجعوا للكور الاول، عندنا نوايو اوستيوكلاست لي زوزوم لي فاكيول دو سيكريسيون. عادي بيانات عاديه جدا.